مشاهدي قناة السودان بكرة، ما زلنا معكم مقتطفات من هذه المسيرة التي التقى فيها كل السوداني المهجر داخل بريطانيا. نلتقي بواحد من الشباب المشاركين من رابطة جبال النوبة بولت. مرحبا بك في قناة السودان بكرة. كيف تصف هذا اليوم ومشاركتك وقبل تدينا اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نهتدي. باسم جبال النوبة، باسم الأطفال واسم الأسر المتضررين في مناطق الحرب، في مناطق الحامش، في دارفور والنيل الأزرق، في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. أنا اليوم يعني سعيد جدا إنه أتكلم عن القضية السودانية وعن الثورة السودانية عامة. أنا كممثل أبناء جبال النوبة بمقاطعة ويلز كارديف، يعني بقول إنه نحن في جبال النوبة يعني الطلقة دي نحن بدينا من 86. نعم. المشروع بتاع التحرر والثورة أنا بدينا من 86 من جبال النوبة، من الهامش، من الكراكير، ونحن كنا يعني بنحب إنه يعني نوعي الشعب السوداني ونوعي الجمهور السوداني وكل الأحزاب السودانية إنه في ظلم وفي إخصاء واضح في الدولة السودانية. ومنذ خروج الإنجليز من السودان نحن كنا يعني برامجنا كانت واضحة إنه يعني احنا دارين الدولة السودانية دي تكون دولة عدالة، دولة مساواة، دولة تسعى الجميع. نعم. وما زلنا يعني منذ 30 سنة ولا 40 سنة منذ أحد. نعم. يعني بننشر المشروع ده. واليوم احنا يعني وصلنا انه كل السودان يتوحد في وجدان واحد، في قلب رجل واحد، وبكل أغاليمه وبكل ولاياته إنه يقف وقفة واحدة لميلاد سودان جديد، سودان كرامة، سودان عدالة، سودان حرية. نعم. أنت عدد كبير الآن من مدينة ويلز من رابطة جبال النوبة شاركوا في هذا اليوم، ومؤكد جبال النوبة مقاومة وحركة معروفة في التاريخ. يعني كيف ترى مستقبل هذه الثورة، يعني ثورة 19 ديسمبر التي وحدت كل السودانيين وكل الحركات المسلحة، والآن هم كل السودانيين يقفون في صف واحد وهو من أجل إسقاط النظام؟ يعني كيف ترى مستقبل هذه الثورة؟ والله أنا بشوف إنه الثورة دي يعني ثورة ناجحة بنسبة 100%. أنا ما أقدر أقول نسبة 90% ولا 85%، لكن بقول نسبة 100%، لأن الثورة دي جمعت كل السودانيين في الرأي، في الأحزاب، في البرامج، في كل شيء. يعني كلها بقت تنادي بصوت واحد تسقط بس حرية، سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب. دي وحدت كل الوجدان السوداني. وأنا بشوف إنه يعني الثورة دي هي الثورة الوحيدة الممكن يعني تغير السودان. نعم، حقيقة ثورة 19 ديسمبر يعني مميزة، ونتمنى إنه فعلا في الفترة الانتقالية يكون عندنا برامج حقيقية توحد كل هؤلاء الناس. البرامج مؤكد الحركات المسلحة، القوى السياسية، كل المنظمات، المجتمع المدني، كلها عندها برامج بترى فيه كيف يكون السودان. نتمنى أن هذه البرامج أنها تتوحد وتتقارب حتى أنه ننجز فترة انتقالية في فترة وجيزة، ومنها ننطلق إلى الحلم الأكبر، وقف الحرب والبناء والتعمير. أشكرك، وكلمة أخيرة. والله أنا يعني
أنا بقول إنه الثورة دي يعني ثورة حتولد سودان جديد وحتولد مستقبل جديد وحتولد دولة قانون، دولة مساواة، دولة عدالة، دولة حرية. وفي النهاية أنا بختم كلامي بقول إنه حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب، تسقط بس. أشكرك وما زلنا معكم.